أعزائي المشاهدين، من أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة مع الأستاذ عاطف جناجي محامي السيدة لطيفة الملقبة بالسويسرية والزوج ديالها مصطفى. أستاذ جناجي، اليوم كنحضروا أطوار ديال واحد الملف جديد من غير الملف ديال التسمم، وهو محاولة القتل ديال مصطفى. في شهود، في ناس كتعترف، في ناس كتضرب في الأقوال ديالها. اش من علاقة عنده هذا الملف مع الملف السابق؟ واش رئيس الجماعة ونائب رئيس المجلس الإقليمي مشدودين على الخلفية ديال هذا الملف أو الملف الأول؟ أولا الملف الآن كيرجع أمام القضاء، القضاء مازال ما قالش الكلمة ديالو، ولكن من خلال داكشي اللي كاين في الملف واللي كاين في البحث التمهيدي كاين هنالك ارتباط. حنا الآن دوزنا جلسة، تأخر لأن واحد الطرف دار الدفاع ديالو جديد وهذا حق دستوري، ملف تأخر، ولكن حنا غادي نتشبثوا بالملتمس ديالنا ديال عدم اختصاص، وحنا كنثيقوا في القضاء المغربي والقضاء الصويري خاصة، حنا كنثيقوا فيه الثقة العامية إن شاء الله. إذا أنتم كتشوفوا أن هذا الملف هذا خصو يكون في محكمة الجنايات بأسافي إن شاء الله؟ إذا خصو يدوز، واش كتظنوا أنه غيدوز ولا ما يدوش؟ القرار كيبقى بيد المحكمة، حنا كنثيقوا في المحكمة وعندنا أدوات الاقتناع اللي هي قاطعة كتفيد ذلك، ولكن الكلمة الأولى والأخيرة كتبقى للقضاء. علاش بنيتوا الطلب ديالكم ديال عدم الاختصاص؟ حنا كاين مجموعة من وسائل الإثبات، أنا ما غاديش نعطي لأن الملف باقي مازال ما كاينش قرار، يعني باقي في أطوار هذه المحاكمة، ولكن عندنا وسائل إثبات قاطعة تفيد على أن هنالك ارتباط وثيق بالفعل الجرمي المرتكب من الأطراف الأخرى اللي كيروج أمام السيد وكيل العام في محكمة الاستئناف الأسفي. أنا حضرت الأطوار الجلسة اللي سابقة، ربما أنا كصحفي ربما نبوح بالمعلومة اللي حضرت لها، وأن هناك الوسيط كيشهد أمام المحكمة وأمام القاضي أن الطرف الآخر تقاضى 2 مليون باش يقتل مصطفى. هذا الشيء علاش بنيتوا نتوما الطلب ديالكم؟ كاين هنالك مجموعه من التسجيلات، كاين محاضر الضابطه القضائيه، كاين محاضر الاستقراء، ولكن انا في الاول والاخر كنقول لك ان جميع هذه الادوات الاقتناع هما كاينين بين ايدي المحكمه. المحكمه حنا الحمد لله المحكمه كنثيقوا فيها وكنثيقوا في القرارات ديالها، والملتمس كما كان حنا كان عدم اختصاص غادي نمشوا معاه، كان عدم اختصاص ان شاء الله غنمشوا للاستئناف الاسفي، كان اي قرار حنا مستعدين نستنفوه. وكنقول لك واحد الكلمه الاولى والاخيره القضاء، وحنا كنثيقوا في القضاء بطبيعه الحال. حنا كمغاربه كنثيقوا في القضاء ديالنا اللي يوم عن يوم كيثبت لنا النساهه ديالو. نتمنوا من الله عز وجل ان هذا الملف ياخذ المجرى ديالو، يمشي لعدم الاختصاص، لان كاين هناك قرائن، كاين اعترافات. اعزائي المشاهدين، ما غاديش نطولوا على الاستاذ لانه زربان شويه. شكرا لك استاذ.